الرجال الذين يخرجون إلى العمل من الصباح ولا يعودون إلا بعد العشاء تجدهم عادة ذوي أعصاب متعبة مشدودة ويتوترون بسرعة، ليس لأنهم لا يتقبلون الحوار وسماع الرأي الآخر، ولكن لأن ضغط الحياة صنع منهم رجال مواقف وأفعال لا رجال رأي وكلام. يقول دوستويفسكا: كانت أمي تقول لنا عندما يعود أبوكم إلى البيت مساء ابتسموا في وجهه، فالعالم في الخارج أصبح قاسيا على الرجال، ولذلك التمسوا العذر لهذه الشريحة من الناس، فهم قوم لا يعيشون الأحلام ودراما المسلسلات مثل أغلب الناس، بل يحتكون بالواقع، والواقع أدهى وأمر.